السلام عليكم السلام عليكم اخويا، احكي لنا على المعاناة ديالك وشنو وقع لك من بعد الحادثة اللي اخويا. اصابتك. من بعد حادثة ب3 سنين كنعاني بزاف اخويا، من الحديد، من الديون اللي عندي، من فهمتي صافي، بحال كنفقد الرغبة في الحياة، ما فهمتي بحال شي حاجز. انا داك الحاجز هو اللي خاصني اني ان شاء الله نتمنى يحيد الى وقفوا معايا الناس المحسنين، ولقيت شي فهمتي لقيت لي يتعاون معايا غادي نكون ان شاء الله مزيان. حقاش هاد الحديث هادي تظلمت فيها بزاف ديال الجوانب، كنطلب من الناس المحسنين اللي شاف هاد الفيديو ديالي تعاون معايا، والله يجازيكم بخير. ها الحال ديالي شنو وقع لك اثر هاد الحادث؟ حيت من اخويا دازت عليا فور تراون سمارة دوني على دازت على رجلي. واحد السيد كان جاي من ورايا سيد جاي بسرعة، واحد السيد جاي من القدام. دابا استاذ راه تيتمحن بحال الكل والله اللي مطالع والله العظيم. هرب على السيد خلفي انا من اللور داز لي على رجلي صافي، ويدي لي بي انا اللي فيا لافوت، ودابا انا الضحيه مظلوم كنعاني. ربي اللي عالم المعاناه ديالي، الله هو اللي عالم المعاناه ديالي، من الحديد الحال بارد في الحال سخون، مابقيتش نعرف شنو هي الراحه ولا طمأنينة. كل دقيقة كل ثانية كل ساعة كنتعد على الحالة ديالي تبين لي. واش هاد الحالة هادي دازت المليون؟ أنا ربي هو اللي عالم بالحالة ديالي. كنتمنى من المحسنين اللي شاف الفيديو ديالي يتعاون معايا، أنا بغيت أنا نحيد الحديد تاع أنا ونكون أنا شوية في الحياة مزيان، واخا غير بالقليل ماشي بالكثير، غير بالقليل أنا بغيت غير القليل. حقاش ربي هو اللي عالم بالمعاناة ديالي، واخا نبقى نهضر. أستاذ تفضل انت صديق ديالو، واخا تفضل هادشي خاص يشوفون الناس المسلمين، يشوفون الناس العرب يتعاونوا مع السيد، حيدوا لي دابا الحديد من رجلي ما بغير، وكنطلبوا من ربي يا ربي سهل هاد السيد هذا باش يوقف على رجليه. صديق ديالي هزت 4 خوت لي هز نهار وقعت لي الحادثه، كلشي تفمو تاعي في السقاش ورجلي قداش غارب الله با مسكين تيضرب البعض يلاه تيجبدوا كلشي. كانت عندهم دويره راه باعوا عليه وتصرفات هذيك 6 مليون بحال قلتي 4 دريال ديال هاش، وهو باقي في الفريدو والدار تبعات وراه مساكن. لا اله الا الله محمد رسول الله. كنطلبوا من المحسنين والمسلمين ومن جميع العرب، العرب المسلمين يعاونوا السيد، او واحد فيهم يعاونوا. الوالده شنو المعاناه ديالك؟ تفضلي احنا بغينا يتعاونوا معنا على هاد الحديد اللي حكيت لي من رجليا، وقال لي المحرم دير لي الحالة شنو بغينا منكم؟ بغينا الناس المحسنين يتعاونوا معانا على هاد الحديد. الله يجازيكم بخير، يرحم الوالدين. شنو هي المعاناة ديالك مع هذا بنتي؟ المعاناة ديالك مع ولدك؟ ولدي تينوب عليا مزيان معايا، ما تيجيب لي شي حاجة خايبة، ما تي ما عمرهم دوز الحبس، ما عمرهم دوز حتى شي حاجة. مابقاش كينوب عليك كلو. هو ذوك لا ذوك صافي ولا ما تيمشيش كيما كان، ما بقى تيمشي للسواق، ما بقاش داك الشيء تيتعامل نهار الاول ما بقاش. ما بقاش قاد على حاجة ولا عند العيادة غاتعيا. واحد خو قال لي ديما في جنابو، ها اليوم ما كاينش، هذاك ولدي في العيادة كرايري صافي، قلت يمد ليه قلت يجيب ليه قلت يسخر لي. أستاذ أقسم بالله ما نقدرش نمشي حتى 50 متر على رجليا بسبب هذاك المعاناة، وحتى الصحة ديالي قلالة ما بقاتش كما كان، من الناحية النفسية ومن الناحية الجسدية، حتى من ناحية التفكير. 50 قسما بالله 50 متر ما نقدرش ندرس. والله ما يدرس الانسان غير قدك وغير شوكة تبقى يعاني، اما انا عندي كتبان لي في رجلي، انا ربي هو العالم بحال ديالي، تكون عندي انا ما غاديش استاذ رجلي اللي تشوف فيه راه كلها كروات كلها. قسما بالله الديون حاليا على ظهري اصعيب عليا، باش غادي نرجع 14 من 16 مليون ما عنديش، ما غادي نرجع. وين القانون المخرجي غيس؟ واش انا الحاله تقبل 6 مليون؟ راه الصدمه هذه راه خلاتنيش نتفكر لقدام، خلاتني غير فقط بالرغبه صافي. هادشي حاليا ولا عندي انا حاليا، وكن نطلب من المحسنين ومن الناس اللي شافت الفيديو ديالي يتعاون معايا واخا غير بالقليل. الله يرحم الوالدين. اذا انت المعين الوحيد للاسره؟ انا كنت هاز الاسره ديالي، الوالده المريضه في السكوار مره كنشري لها الدواء وكنتعاون معاها والله لم لا نطالع بهذاك الشيء، واخا نبقى غير نهضر غير الله نطالع بهذاك الشيء. دابا راه والو كلشي كاين راه التقليد عليا، كلشي كاين راه التقليد عليا، هو اللي كان يتعامل معايا مزيان ومعاوننا على المصاريف ديال الدار على ودابا هذوك ما بقى، لا هذوك صافي الصحه قليل ما بقاش داك الشيء ما بقاش.
قلتي لي قبيله انه تيعطيك فلوس الدواء ياه كان يعطيني فلوس الدواء وكان معاونني وكان معينا وكان ودرك لا عاد كريريسه بالله كانت يعطيها نهار دار الحديثه السيد ولا مسيت باغي يصوب هو راسه ملي كيدرج من هنا الراف ورا هذيك راه ما يقدرش يهزها ميهزش والله ميهز وعاد دابا بغا يعطيها استاذ اش ما يعطيها راه ديال الميز زعما كترجلها ولات فيها السكر استاذ من ناحيه المعارك كنطلبوا من المحسنين حنا الناس المسلمين تقول لي حنا مسلمين ولكن الغالب الله حنا فوقار الناس المسلمين اللي عنده شويه اللي عنده شويه المال تعاون السيد لواب القليل والله يرحم ليكم الوالدين صافي هذا هو السؤال الله لا تزيدي شي حاجه هادشي راه كاين استاذ حنا راه كرة عيش غادي نشوفكم كنتي ود غادي كنتي هاد جيت راقب يوميا غتشوف المعاناه كيفاش